حلقة جديدة من برنامج ابن مصر على قناة الصحة والجمال. حلقتنا النهاردة إن شاء الله متقسمة لفقرتين. أول فقرة هكون معاكم أنا سالي حسام وزميلتي كريمان عطا، اللي هيكون معانا ضيفها إن شاء الله الدكتور حسام الأشقر، أستاذ مساعد بالأدب الإنجليزي في جامعة بورسعيد. دي بالنسبة لفقرتنا الأولى. فقرتنا الثانية إن شاء الله هيكون معاكم زميلتي سلمى محمد وزميلتي أيضا زينب ربيع. هيكون فقرتهم بتتكلم عن كيفية إعداد الأمن اللازم لمنطقة العمل. أما فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن بعض المشاكل اللي بتواجه طلبة الجامعات والتعليم العالي في مصر. موضوعنا مهم، تابعونا. برحب بدكتوري، أهلا بك دكتور حسام. أهلا وسهلا، صباح الخير. دكتور حسام، حابة حضرتك نبدأ فقرتنا بأن حضرتك تقول لنا إيه المستقبل التعليم العالي بعد أزمة فيروس كورونا. الحقيقة أزمة فيروس كورونا أصبحت أمر واقع لا مفر منه، كلنا بنتعامل معها بشكل أو بآخر، والدولة مشكورة الحقيقة من دولتنا من أنجح الدول اللي تعاملت مع الأزمة دي بنجاح شديد في مجال التعليم، سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي. مظبوط. فالحقيقة أصبح كورونا واقع، وما سيترتب حتى بعد كورونا أصبح واقع لا مفر منه. الأمر بالنسبة للتعليم الإلكتروني هو المفروض الحقيقة احنا كنا تأخرنا فيه شوية، لكن فيروس كورونا سبق وعجل بأن احنا بدأنا نتعامل معاه وأصبح واقع لا مفر منه. يعني ممكن نقول أن التعليم العالي في مصر بشكل عام مستقر؟ لا، مستقر تماما الحمد لله بفضل السياسة الرشيدة طبعا. طيب دكتور حسام، ايه رأي حضرتك في التعليم الاونلاين اللي مؤخرا اتجهنا ليه بالنسبة للطلبة؟ يعني هم شايفينه ازاي؟ هو الحقيقة طبعا التجربة كانت جديدة في ظل كورونا، لكن جدير بالذكر ان وزارة التعليم بصفة عامة وعلى رأسها طبعا الأستاذ الدكتور طارق شوقي نهجت النهج ده. يعني حتى الخطوات اللي خدوها قبل فيروس كورونا كانت خطوات كفيلة بان احنا نجحنا نجاح باهر جدا في التغلب عليها في ظل أزمة الفيروس. طبعا تدخل التكنولوجيا. بالظبط. زي ما شفنا الإجراءات اللي تمت في المرحلة اللي قبل الجامعية، لما طلب من الولاد ان هم يعملوا أبحاث وإلى آخره، والتعامل مع السوشيال ميديا نفسها حتى في الوقت الراهن ده تعامل انا شايفه ناجح جدا، وان كانت لسه احنا في الخطوات الاولى، وكل تغيير طبعا بيجد نوع من المقاومه شويه، لكن انا شايفها تجربه ناجحه جدا. مظبوط. واولادنا بداوا يتالفوا معها بشكل كبير جدا. ده حقيقي. طيب دكتور حسام، حضرتك في الفتره ديت ما هو دور المعلمين والادارات المدرسيه في الفتره اللي احنا فيها؟ الحقيقه دي طبعا نقطه في منتهى الاهميه. زي ما قلت لحضرتك كل تغيير بيجد نوع من المقاومة لأسباب مختلفة طبعا ومعروفة لدى الجميع. كل ما من هو يقاوم أي تغيير بهذا الشكل له مقارب هو خاصة به، لكن التجربة ستفرض نفسها وستصبح واقع شاء من شاء وأبى من أبى. لكن الحقيقة كم كبير جدا من معلمينا في المرحلة القبل الجامعية الحقيقة متجاوبين جدا، وأنا شفت ده بنفسي ولمسته بنفسي، والتجربة في منتهى النجاح وهتكون واقع زينا زي كل الدول في محيطنا. بالضبط، هو أمر واقع. مظبوط. طيب دكتور حسام، بشكل عام في كل مجال في مشكلات في المجال التعليم العالي والجامعات في مصر، إيه المشكلات اللي بتواجه التعليم في مصر، تعليم الجامعات يعني؟ هو الحقيقة في ظل الظروف اللي فرضها الفيروس ولجؤنا للتعليم الإلكتروني، طبيعي يعني الانفراستراكشر بتاعتنا يعني ما كانتش جاهزه قوي، وان كان الجامعات بتتسابق الان، يعني كل جامعه الحقيقه انشات منصتها والطلبه نفسهم بداوا يتفاعلوا معها بشكل او باخر، لانهم ادركوا في النهايه انه لا مفر سواء الادارات الجامعيه او الطلبه نفسهم، لان حتى لو ما فيش فيروس كل طالب جامعي بيلجأ بشكل أو بآخر للسورسز بتاعته، إنه يجيب أبحاث ويجيب يقرأ هنا أو هنا، فبالتالي هو بيلجأ للسوشيال ميديا.
حتى على في استخدامه للموبايل بتاعه. فاصبح التعليم الالكتروني ده ما اصبحش يعني رفاهيه، اصبح واقع ولازم نتعامل معاه. بس انا اسف اقطع كلام حضرتك، بعيدا عن موضوع الفيروس كورونا، يعني ايه المشكلات اللي بتواجه عامه التعليم العالي في مصر؟ التعليم العالي الحقيقه طبعا احنا كدوله نظرا لتعداد سكاننا الكبير والتزايد السكاني السنوي بشكل رهيب، طبعا الاعداد في الكليات خصوصا الكليات النظريه الحقيقه الاعداد كبيره جدا. لسه الامكانيات والبنيه التحتيه بتاعتنا رغم ان الدوله بدات بالفعل في انها تاخد خطوات جاده في ده، لسه الانفراستراكشر البنيه التحتيه بتاعتنا محتاجه شويه تطوير، وده اللي بنناشد بيه طبعا فخامه الرئيس طبعا، وهو على علم بده وبالفعل الكلام ده بدا وبدانا نلمسه بنفسنا. مظبوط. طيب دكتور حسام، بالنسبه للتدريس الالكتروني بما ان هو لسه جديد والطلبه لسه مش واخده عليك امتحانات ومحاضرات، في راي حضرتك ايه هو مفتاح النجاح في التدريس ده؟ مفتاح النجاح ان احنا كلنا نؤمن بالتجربه، اساتذه وطلاب نؤمن ان ده اصبح واقع لا مفر منه، وده انا لمسته بنفسي الحقيقه مع طالباتي وطلابي سواء في جامعات خاصه او في الجامعات الحكوميه. اللي بيحاول انه ما يتجاوبش مع التجربه بيلاقي نفسه خارج المنظومه تماما، وده الحقيقه يعني ما بيبقاش يعني نذير كويس بالنسبه له. لكن الحقيقه اللي تفاعل واللي دخل المنظومه من بدري ده حقق نجاح. تمام. دكتور حسام، علمنا ان حضرتك كنت معار في احدى الدول العربيه، عايزين نعرف من حضرتك بس ايه اللي بيميزنا في جامعاتنا في مصر عن الدول العربيه الاخرى، وبيميز الجامعات اللي في الدول العربية عن إن شاء الله جامعاتنا في مصر؟ بس بعد الفاصل. بعد الفاصل نجاوب على السؤال ده مع حضرتك يا دكتور. وفاصل قصير ونرجع لكم مرة تانية. أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكان سؤالنا قبل الفاصل لدكتور حسام، حضرتك كنت معار في إحدى الدول العربية، عايزين نعرف إيه اللي بيميزنا في التعليم العالي هنا في مصر عنهم، وإيه اللي بيميزهم عننا؟ الحقيقة أنا شرفت طبعا بالعمل في جامعة طيبة في المدينة المنورة. الفرق ببساطة بيننا وبين الدول اللي في محيطنا العربي، هم عندهم الانفراستراكشر عالية جدا نظرا للإمكانيات الاقتصادية، لكن عندهم المان باور او الامكانيات البشريه اقل من هنا، بدليل ان احنا اللي قومنا الجامعات هناك اساتذتنا واللي سبقونا واحنا شاركنا في ده. احنا للاسف يعني لسه البنيه الاساسيه بتاعتنا محتاجه شويه، لكن انا شخصيا واثق من اللي انا شفته بعد فتره غياب ان في تطور كبير جدا في البنيه الاساسيه في الجامعات، لكن بنامل في المزيد. لكن إمكانياتنا البشرية عالية جدا عالية جدا 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 يعني، والكوادر العلمية بتاعتنا الحقيقة في مش في المحيط العربي بس في كل أنحاء العالم، وده اللي لازم نفخر بيه ونحول معاناتنا من التزايد السكاني إلى نعمة كلنا نفخر بيها. أكيد طبعا. طيب دكتور حسام، في رأي حضرتك ما مدى تأهيل المعلمين للتعامل مع الوسائل التكنولوجية؟ الحقيقة الوزارة التعليم في مصر لم تدخر جهدا إلا وعملوه الحقيقة، يعني تحت قيادة الأستاذ الدكتور طارق شوقي وفرت كل الإمكانيات اللازمة، وأنا لمست ده من خلال زياراتي للمدارس اللي فيها بناتي، شفت ده ملموس جدا. توفير التابلت ده أنا ما شفتوش في أي دولة في محيطنا العربي الحقيقة، والتابلت على أعلى جودة وأعلى إمكانيات. لابد من نوع من تجاوب المعلمين، لأن وفروا لهم البرامج التدريبية كتير منهم تجاوب، لكن أيضا كتير منهم لسه ما تجاوبش لعدم إيمانه بالتجربة. يعني في تقصير أو في عدم جهد، في تقصير والبعض بقى اللي بيدعو للتشاؤم يعني مش متفائل أو إن التجربة هتنجح، يقول لك ممكن في سنة أو أخرى يتم الرجوع للنظام الورقي من تاني، لكن ده الحقيقة مش في رؤية الوزارة ولا رؤية الدولة. شايف إنها تنجح إن شاء الله هنا؟ لا أنا متفائل بها جدا جدا جدا، لأن حتى الجيل اللي طالع جيل مؤمن بالتكنولوجيا.
بالظبط. اه جدا. الجيل الصغير جيل مؤمن بالتكنولوجي وده اللي هينجح التجربه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب دكتور حسام، دلوقتي في جامعات خاصه مش معترف بشهادتها زي الجامعات الحكوميه، هل في يعني في سنه من السنين او حضرتك شايف مثلا ان هو ممكن في يوم من الايام تعترف بيها زي الجامعات الحكوميه؟ خلينا نعترف ان الجامعات الخاصه اصبحت قاطره اخرى للتعليم العالي في مصر. تمام. ولولا ايمان الدوله بكده ما كانتش سمحت بتواجدها. فهي الحقيقه بتستوعب كم كبير جدا من الطلبه الجامعيين في المرحله الجامعيه. علشان الجامعه تاخد الكريدت وتاخد الاعتراف طبعا بتاخد وقت شويه، بدليل ان الجامعات اول ما بدات، يعني الجامعات الخاصه حاليا الكبيره اول ما بدات طبعا كان في نوع من يعني مش عاوز اقول عدم الاعتراف لكن عدم المصداقيه شويه، وبعد كده رويدا رويدا الامور اصبحت على على يعني على قدم المساواه مع الجامعات الحكوميه. لكن مش ما هو طبيعي ما فيش جامعه خاصه بتشتغل الا تحت مظله التعليم العالي وشهادتها معترف بيها وكل حاجه، لكن هي نظره المجتمع لسه شويه هي اللي محتاجه تغيير. لسه مش مصداقيه كافيه. لسه محتاجه تغيير بالزبط. شويه. طيب دكتور حسام، مع بدايه نظام التعليم الجديد في اخر فتره اثار الكثير من الطلاب الغضب وان هم مش عارفين يتعاملوا، ليه؟ في التعليم الالكتروني تقصدي؟ اثار الغضب في الفتره الاخيره بطبيعه الحال مع بدايه ظهوره في نفس الفتره. احنا كثقافتنا احنا بقالنا سنوات عقود الحقيقه معتادين على التعليم الورقي والحفظ والتلقين والى اخره. لما تيجي تجربه جديده يقول لك انا مش هعتمد على انت حافظ ايه ولا تخش هتكتب لي ايه، انا هعتمد على قياس مدى الفهم عندك. الجمله دي بالذات عملت الحقيقه نوع من التوتر الشديد عند الاسر وعند الطلبه والطالبات. لكن الحقيقه لما نشوف التجربه ونشوف الامتحانات التجريبيه اللي بتتعمل في هذا السياق هنلاقي العمليه الحقيقه يعني سهله جدا وغير مرهقه للطالب والطالبه. يعني احنا عاوزين فعلا نطلع خريج مدرك وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط، مش حافظ وخلاص، مش مجرد انه يدخل في الامتحان يقول اللي عنده ويخرج ناسي كل شيء. مزبوط. مش ده هدف الوزاره سواء وزاره التعليم او وزاره التعليم العالي الحقيقه. مظبوط. طيب دكتور حسام، دلوقتي في معظم الامتحانات للطلبه ومعظم شكاوي الطلبه بتكون متجهه لشكوى واحده، ان في اسئله من خارج المنهج، هل ده صحيح؟ ايه راي حضرتك فيه؟ ده هو ده اللي المفروض يكون الاتجاه عليه. يعني ده حاجه فعاله للطلبه. طبعا طبعا، يعني انا 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 انا, أنا مش مفروض ادي لك محتوى واقول لك هتختبري في الكتاب ده او في المحتوى ده، لكن انا اقيس مدى استيعابك لي باشكال مختلفه زي ما الحقيقه شفنا في الامتحانات اللي هي في مرحله ما قبل التعليم الجامعي، بتقيس الفهم والاستيعاب بدرجه عاليه جدا. طيب يا دكتور، ايه الطرق اللي بتحدد دلوقتي الالتحاق بالكليات المختلفه؟ هو طبعا احنا نشانا على وجود مكتب التنسيق، ومكتب التنسيق ده الحقيقه من اكثر الوسائل عداله، لكن في رايي احنا محتاجين وسائل اخرى تكون اكثر كفاءه مش اكثر عداله. يعني انا عاوز المجموع للطالب اللي بيجيبه في الثانويه العامه ده مش هو ده الاساس اللي بيدخل عليه الكليه، لكن لازم يبقى في حاجه اسمها ادميشن تيست، ولازم اقيس قدراته هل هي متوافقه مع الكليه اللي عاوز يدخلها ولا لا، حتى لو مجموعه مش مؤهله للكليه دي. الادميشن تيست ده واختبار قدراته قبل التحاقه هو ده اعتقد المفروض يكون اساس. مظبوط. تمام. دكتور حسام، دلوقتي حضرتك كدكتور في الجامعه اكيد بتواجهك عقبات او مشكلات، ايه هي؟ زي ايه مثلا؟ ممكن توضح لنا؟ العقبات طبعا اما بيكون في اعداد كبيره الحقيقه، كمان عدم توفر بعض الامكانيات، يعني دايما احنا بنحب نستخدم الديتا شو مثلا، بنحب نستخدم قاعات اكبر شويه حتى في ظل الفيروس ده. الحقيقه الجامعات ورؤساء الجامعات اخذوا قرارات بناء على توجيهات القياده الرشيده بتاعتنا بتقسيم مثلا الدفعات والاقسام في الكليات بحيث يحصل التباعد المطلوب، كل دي اجراءات رائعه جدا، لكن احنا ما زلنا بنطمع في المزيد من الانفراستراكشر اللي تبقى موجوده في الجامعات والامكانيات التكنولوجيه اللي تسهل جدا عمليه التعليم. طيب دكتور حسام، دلوقتي كمان معانا سؤال تاني، عايز اعرف من حضرتك ايه الخطا اللي ممكن يقع فيه الدكتور جامعي؟ طبعا الدكتور الجامعي ده
شخص مؤتمن على أجيال وبيكون في الغالب مثل أعلى لطلابه. فإذا كان الأستاذ الجامعي غير مؤتمن أو سلك سلوك غير سليم فطبعا ده بيكون يعني مثال سيء جدا ما يجيبش يتواجد في جامعتنا. تمام. طيب دكتور حسام، دلوقتي لو هنقول ان في يعني نصيحه او في معلومه مهمه تحب توجهها للطالب او الطالبه اللي في الجامعه او اللي في المدارس حتى، ممكن تقول لهم ايه؟ اقول لهم انتوا بتتعلموا مش علشان نحقق ان احنا نجحنا او حصلنا على مجموعه، انت بتتعلم علشان تثبت ذاتك وتثبت قدراتك في مجال معين. فارجو انك تاخد التعليم ده كنوع من الفن في الاول، وبعد كده يعني تحقق بقى ذاتك في المجال اللي انت عاوزه وتلتزم وتدخل المنظومه الجديده اللي الدوله بتسعى لتحقيقها. بكده اعتقد ان انت ممكن يعني تبقى طالب مثال جيد. طيب تمام. طب دكتور حسام دلوقتي يعني لو في مثلا حاجه ناقصه الجامعات في مصر، او في مثلا طلب او سياده الوزير، او يعني نصيحه برضو ممكن نوجهها للدكاتره الجامعيين، هتكون ايه؟ يا ريت. احنا بنامل طبعا من معالي وزير التعليم العالي يعني زياده في امكانيات الجامعات الحكوميه. الجامعات الخاصه الحقيقه مكفيه نفسها كويس قوي، و يعني حرية أكتر للجامعات إنها تفتح مسارات موازية زي ما شفنا في الجامعات في محيطنا العربي، مسارات موازية بحيث الجامعات توفر إمكانيات خاصة بيها. يعني ممكن كل جامعة تصرف على نفسها بعيدا تماما عن ميزانية الدولة لو وفر لها إمكانية فتح مسارات موازية للمسارات المنتظمة. طيب هو هل طريقه الابحاث اللي اتعملت الطلبه دي كانت مجزيه، يعني كان ليها فايده؟ هو الحقيقه هي دي المفروض تكون من صلب التعليم الجامعي. يعني انا مش يعني الطالب ممكن يجي يحضر المحاضره لمجرد انه يسمع فيها انستراكشنز، تعليمات معينه ازاي يتعامل مع الكورس اللي بياخده. طيب. لكن الاساس القائم في الجامعات ان هو لازم هو اللي يروح يبحث والاستاذ ياخد منه ابحاثه دي ويقراها ويعدل له فيها والى اخره، لان مزبوط. الجامعه كلها قائمه على البحث. مظبوط. تمام. بنشكر حضرتك دكتور حسام على وجودك معانا النهارده. ودلوقتي وصلنا لنهايه فقرتنا الاولى من برنامجكم ابن مصر، كانت معاكم كريمان عطا وزميلتي سالي حسام، واتمنى تكونوا حضرتكم استمتعتوا بالفقره بتاعتنا، واستنونا بعد الفاصل مع فقرة جديدة من برنامجكم ابن مصر هتقدمها لكم زميلتي سلمى محمد وزينب ربيع، واللي هتكون بعنوان كيفية إعداد الأمن اللازم في منطقة العمل. انتظرونا.